التطوع خلال شهر رمضان المبارك، كيف ممكن نحفز الشباب من خلال تجارب ومبادرات فردية؟ وبالفعل بلشت قبل الشهر، وهذا الحلو فيها. الحديث أكثر ينضم مع المتطوع الكرمي والناشط كذلك الأستاذ يوسف الحاج قاسم. يسعد صباحك يوسف. صباح الخير وصباح الخير للمشاهدين والمستمعين، وكذلك الأمر الحرية لأسرانا اللي عن جد استمدينا منهم الكرامة والعزة، والله يفك أسرهم يا رب. ونتمنى أنه الجهات المختصة وكمان أخرى على الصعيد الدولي أنه يهتموا لقضية الأسرى، لأنه تركيا لوحدهم للأسف وتركيا الشعب الفلسطيني لوحده. وكل التحية للجرحى ورحمة الله على شهدائنا الأبرار. يسعد صباحك. يعني يوسف، بنحكي عن تحفيز الشباب في خلال شهر رمضان المبارك، مش بأيام عادية، خاصة أنك أنت متطوع أيضا وكنت قائم على كثير من الأنشطة. أحكي لنا كيف يعني بالبداية ممكن إحنا فعلا نكون فاعلين كشباب في شهر رمضان المبارك. أول شيء شكرا لكم للفت الكريم لموضوع رمضان وكيف نحفز الشباب. للأسف من أول مبارح وأنا ماشي بالسوق أنا وأصحابي والجولات، كانت من ضمن مخططاتهم انه انا كيف بدي انام يوم الجمعه او بدي اسهر يوم الخميس عشان اضلني نايم يوم الجمعه، علشان يوم السبت اضلني نايم قبل الافطار اصحى ونرد نعيد يعني نقلب نهارنا بيومنا بليلنا. فبتصفي انه هاي الثقافه ما بعرف من وين غزتنا او ليش الكسل اللي احنا قاعدين بنعيشه وليش غزانا. بالعكس، يعني رمضان علميا هو اكثر الاشهر اللي بنستمد منه الطاقه الروحانيه والجسديه. فإحنا هنا يعني كيف نحفز الشباب أو كيف الآليات اللي إحنا بنشتغل عليها نحفز دور الشباب. في طبعاً إحنا بديش أحكي عن الأمور الدينية، بس في دراسات أوروبية ومن ضمنها دراسات بريطانية بتحكي إنه أكتر واحد أو الإنسان اللي بيضلوا يتطوع، اللي بيضلوا يقدم خير، اللي بيضلوا يعطي بدون مقابل، هو الإنسان الأكثر صحة وأكثر رشاقة، وكمان أخرى بيرجع للمردود النفسي والذاتي. فهي دراسات بريطانية وأوروبية. فودي كمان أخرى بيحكي قبل هاي الدراسات بألاف السنين. صحيح. فإحنا كيف بدنا نعزز دور الشباب؟ كيف إنه بدنا نخليهم يصحوا الصبح وبنفس الوقت كيف بدنا نخليهم يندمجوا مع المجتمع؟ بنشوف كتير مبادرات مهمة جدا في مجتمعنا. بنشوف مجموعات شبابية بتتشكل عفويا. إنه يلا بدنا ندهن اليوم هذا السور، هاي الحيطة، بدنا ننظف الشارع، بدنا نحط لمبات، بدنا نزين. وهذا كان كتير عزز دور برمضان الماضي هاي المجموعات الشبابية إلى أحياء. فإحنا بدنا نحفز الدور الغيري، خلينا نقول دور الانتماء، إنه ليش هاي الحارة عملت وليش إحنا ما عملناش. فأنا بطلب بتمنى من كل مجموعة من الشبابية اللي كانوا يلعبوا دايما بالحارات بالمجموعات حتى لو كانوا صغار، لو كل يوم إحنا نظفنا حوالين المحيط اللي حوالينا، استقبلنا العيد مش زي السنوات الماضية إنه إحنا بس نترك الأوساخ بالشوارع. هاي المرة احنا بدنا نكون عون، يعني بدنا نشكل مجموعات شبابية حتى ينزل على الميدان وتكون كمان اخرى محفزة للمجتمع انه يحافظ على نظافة المكان. لانه للأسف بنشوف سنة عن سنة بتزيد هاي الظاهرة. فاحنا من دور الشباب، يعني اذا الشباب ما اشتغلوا بالمجتمع ما حدا راح يشتغل. طب يوسف بصراحة يعني بناء على التجربة حاليا، اوكي مثلا بيتبادر للذهن للي بيشاهدونا من المجموعات الشبابية، اوكي انا بدي ابلش وبدي اعيد الكرة هذا الشهر، كيف اني ابلش وين ابادر وين اتجاهي؟ طب انا بدي يد عون، يعني برضو يد واحدة لا تصفق، بده شباب اخرين، بده مواد عينية اذا كان بده يستهدف فيها اسر فقيرة واسر ميسورة والى ما ذلك، بده مواد عينية في الدهان في الطلاء. يعني عملية التشويق كيف يعني يتم بالصورة المطلوبة حتى بالفعل هذه المجموعات تكون قادرة على تنفيذ اهدافها؟ شوف انا بدي احكي لك بإشي علمي، كيف نستغل الطاقة المحيطة حوالينا. احد بتعرف انت النساء عندهم نوع من انواع الغيره نوعا ما، مع احترامنا للنساء على هذا ما ليش مشينا يعني، بس بدي احكي قصه صارت قدامي. يعني احد الصبايا ساكنه في عماره وكلها اطفال، فالدرج دائما وسخ، فراحت على السوق اشترت ملبس وكم من قشاطه ومكنسي، ثلاثه يسمعوا انا بدي اشطف الدرج من اول لاخره، تساعدوني وإلكم يعني اشياء بسيطه. ففعليا اشتغلوا على هي ونظفوا كمان اخرى الشارع. فاحد جاراتها انه ثارت الغريزه فيها انه يعني انه ليش هي تعمل هيك، فراحت ثاني اسبوع اشترت برضه هدايا. بقوله لحد الان من شهرين الدرج نظيف. استغلوا المحيط الاطفال اللي حواليهم، الغيره نوعا ما لازم نوجهها بالاتجاه الايجابي. فهي نموذج صح وكان
مكايده بس انه فعليا له نتيجه ايجابيه. هسه المهم الكبار صناع القرار يكونوا بالميدان. اذا احنا فعليا كل حاره وكل ما بدهاش امكانيات. يعني انا ما بدي اقيم الوسخ عن الشارع، يعني الكياس النايلون حق الربطه 5 شيك، يعني مستحيل ما يكونش معاه حدا 5 شيك فعليا، واذا معهوش حدا يشتري ربطه احنا يعني بندبر له اياها بنوفر له اياها. ففعليا هاي الامكانيات بسيطه جدا، بس الامكانيه الصعبه خالد وهبه اللي هي الحافز الداخلي. طب هون يعني حافز داخلي وبنفس الوقت في احيانا احباط بيجي انه طب اوكي انا بدي اشتغل، طب ما هو هاي غيري 10 وعشرات قاعدين. فهذا هذا التناقض اللي بيجي للداخل الشخص المتطوع، كيف يستغله بالصورة الصح حتى ما يصيبه الإحباط ويسيطر عليه؟ يعني انت حطيت يعني كبست الجرح في الملح زي ما بقوله. انا متطوع من 12 سنة، لو بدي اسمع لكل واحد حكى انه هذا اللي بدهم يطلعوا اكتافك، هذول سيبك منهم، قروا اهل يعبد ولا ما قروا، هيهم بيشتغلوا هيهم موظفين، هذول بيسرقوا اكتافنا والتفاصيل هاي. فإذا إحنا بدنا نسمع لهدول الناس مش راح نعيش، مش راح نتمكن. يعني الحمد لله رب العالمين أكرمنا بأفضل نعمة إنه إحنا بأحسن حال صحيا وجسديا وفكريا، بس إحنا بدنا نستغل الطاقة المحيطة حوالينا. كيف أنا بدي أبلش أحفز داخلي إنه أنا أنطلق للميدان؟ كيف بدي أنطلق للميدان؟ لازم واحد يعلق الجرس. إذا في واحد فعليا من هالحارة أو من هالمجموعات الشبابية انطلق فالكل بالحق. نعم. بس الشباب بدهم نوعا ما خطوة للأمام، بدهم حدا يبلش. بالضبط، بدهم حدا يبلش. فالحمد لله رب العالمين في كتير ناس بدها تتطوع وكتير ناس بتحب تقدم، والمجتمع الحمد لله ليس بالبخل الموجود فيه، يعني هو مجتمع كريم وخصوصا في فترة رمضان. لو كل واحد مثلا لملم هالشباب اللي حواليه اللي قاعدين عباب الجوامع أو اللي قاعدين بتمشوا هنا وهنا أو اللي قاعدين بالقهوة والتفاصيل أو اللي قاعدين في البيوت، لو مثلا كانت مبادرة بسيطة جدا من أي حدا، مو هون المشكلة في أي حدا، لو هذا الأي حدا انطلق كل المجتمع بنطلق حواليه. طيب. يعني أنا بنبسط من مواقع هبة إنه قاعدين بيشتغلوا، ما بتشوفهم إلا يعني قلبوا الحارة جني. طب ليش ما نعمل هاي المجموعة طول السنة؟ وبهمنا برمضان، يعني عشان احنا داخلين على العيد وعلى الوجه الحسن لطول كرم والمرافق الجميل والتفاصيل هاي. فمش غلط انه احنا ننطلق بانطلاقه قويه، والحمد لله اليوم يعني امبارح احد الاشخاص بتصل علي بيقول لي اليوم بدنا نعطي كم من اسره طرود غذائيه. هذا اليوم راح اليوم راح نبلش. صراحه يوسف يعني انت حكيت نقطه معينه، انت بتحكي لك 12 سنه في مجال التطوع، يعني الناس اللي ممكن لسه هلا بدها تبلش تتطوع او تحفزت انها تتطوع، كيف ممكن انا بدي اجي ابلش اتطوع اروح لجوانب فعلا مهمشه او جوانب مش ملموس؟ يعني 12 سنه ممكن نحكي انه في كتير اشياء تكررت او اشياء انعادت، كيف احنا بدنا نحاول لا نروح للاشياء اللي فعلا ممكن شوي مهمله او مش مسلط الضوء عليها؟ يعني احنا مجتمع نوعا ما بحاجه للتطوير اكثر طبعاً. واكثر بمختلف المجالات. فاحنا اذا بنطلع حوالينا من حتى من حاره لحاره يختلف موضوع الاحتياجات. يعني ممكن انا بحارتي بحس انه الاحتياج الاسر الفقيره اكثر. ممكن انا بحارتي الثانيه بحس انه النظافه لازم نهتم فيها اكثر. ممكن بالحاره الثالثه بحس انه الاناره بدها تظبيط وترتيب اكثر. فكل منطقه لها احتياج خاص. يعني احنا مفكرين السنة او زي كل سنة انه نشكل مجموعات كمان اخرى يتواصلوا مع المطاعم، هل اكل الزائد انه ما ينكب بنحافظ عليه، واتمنى من الاسر يعني يا رب انه يعني ياكلوا قدر البسيط تبعهم، يعني انه بلاش اكل يعني انا باكل 20 شيكل، ليش اجيب اكل ب 100 شيكل؟ 80 شيكل ممكن اروح على السوبر ماركتات اشوف مين محتاج واسكر الدين تبعه. واحنا يعني معروف قديش الوضع عندنا شوي المادي صحيح في صعوبة، فهي التفاصيل يعني وبزيد الاكل، فبتصل علي الناس يوسف تعال خذ الاكل الزايد. طبعا انا بروح اتطوع بلمه من البيوت او اذا حدا عنده عزايم عزومه او شيء بنغلفه بنرد نودي لاسره محتاجه. فليش هاي السنه ما يعني نكون عاملين حساباتنا اكثر؟ يعني الصائم ما باكلش الا يا دوب 10 20 معلقه، اذا بده يزيدها صحيح، والمائده بيكون عليها مما هب ودب ويا دوب لكمه لكمتين الواحد، هو بس بيستخدموها للصور يعني. فليش شوي ما نخفف من الاكل؟ وانا يعني حتى انا شخصيا عامل تحدي انا وزوجتي وبنتي ساره، حتى ما صار اعملها برنامج الصيام، انه ليش انه ناكل او يزيد الاكل؟ احنا بدنا نحاول قدر الامكان اوفر قدر الامكان مصاري وبنفس الوقت اكل حتى نزيد تبرعاتنا للناس المحتاجه.
فهي احنا على صعيدنا الشخصي. فليش ما كل اسره تهتم بهذا الموضوع؟ يعني بتتفاجئ انه 40 كنيه عصير، 50 طنجره اكل، الرز، اللحمه، التفاصيل هاي. فاحنا ما بدنا نعمل مجاعه برمضان، ولكن انه احنا بدنا نقلل، حتى انه احنا يعني هذا رمضان هو الشهر الوحيد في هالسنه اللي بدنا نعمل فيه خير. ففي اسر جنبنا محتاجه، اذا احنا لفينا شوي عليهم يوسف وعمقنا النظر مهم جدا. نعم. طب نعم. العنوان للاتصال معكم، يعني اذا في حدا حابب من شباب هالبلد يتطوعوا، انك حاليا اشرت انه اليوم ان شاء الله يعني راح يكون البدء في مبادره توزيع 30 طرد. 30 طرد. صحيح. كل الاحترام. في مبادره طبعا، في كل في جهات مختصه، كل الشكر لها، عامله حملات، في مؤسسات عامله حملات. التطوع سهل جدا، يعني بيقدروا يروحوا اي مؤسسه، المؤسسات اللي في طول كرم نشيطه جدا، وكل الشكر لها. طبعا في جهات مختصه، وراح قريبا تنطلق حمله رسميه بقدرش احكي عنها حاليا. صحيح. فبقدروا يتطوعوا في اكثر من جهه. كل الشكر كمان اخرى والتحيه للاجهزه الامنيه اللي دائما بنشوفهم، والمجموعات الشبابيه اللي بيكونوا معهم حبه التمر وكنيه ميه بوقفوا على الطرقات، يعني هاي بتشرح القلب نوعا ما وبتعزز دور الانتماء الوطني. بس انا بدي احكي ليش احنا لازم نتطوع، ليش برمضان لازم يزيد تطوعنا. اول اشي عشاني، عشان انا اقوي شخصيتي، عشان اثبت وجودي في المجتمع، انه انا عنصر وفرد ناشط في المجتمع وهين انا موجود. وعشان كني للمجتمع كل الاحترام، وانا اسير احترم المجتمع. فاحنا الجهات المختصة وكمان اخرى مسؤولين لازم يحفزوا الشباب، والجهات المختصة في الشباب يحفزوا الشباب ينزلوا على الميدان يتطوعوا ويشاركوا يعززوا هذا الدور، لانه انا وانت بنساعد وبننهض في المجتمع. اما انت في جهه وانا في جهه، كل واحد راح يروح وراح يبعد عن المجتمع بشكل كبير ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليك يوسف، وشكرا اكيد لتواجدك. انا بنبسط خالد، يعني قبل يعني اخر حلقه انه انا بنبسط كل جمعه اشوفكم الجيل الشاب، بنبسط كمان اخرى شفت بعض المدن انه الشباب صاروا صناع قرار. الواحد بتفاعل، يعني بيكون عنده بصيص امل. هسه احنا شوي مجتمعنا تركيبته صعب شوي، فإذا أنا فعلياً بدي أسمع هذا حكى وهاي حكت، وبدنا نعكس الغيرة هاي للإشي الإيجابي. الأمل اللي عندكم، يعني هاي الغرفة بحسها مصدر أمل، مش بس للي هون، للمجتمع المحيط حواليكم، لكل واحد بيشوفكم، لأنه فعلياً أنتوا بتعكسوا واقع جميل عن محافظة طول كرم، بتعكسوا واقع أنه الشباب لازم يكونوا، لازم يكونوا كمان أخ، لأنه إحنا فعلياً بدون الشباب ولا إشي. إذا الشباب بعدوا عن المجتمع، فعلياً المجتمع مش راح ينهض، ولا المؤسسات تبعتنا راح تنهض. وان شاء الله هاي الدعوه، دعوه النهوض والعوده بكل بريق ولمعان لطاقاتنا وتحفيزنا وعطائنا لمجتمعنا واسرنا واهلنا واحبتنا ومدينتنا ووطننا فلسطين، بحاجه الى انه بالفعل يعود الى البدء بكل تاكيد. وهذا اللي دائما احنا بنسعى له، لانه احنا بصراحه بدنا نخطو خطوه للامام، مش كل ما عم نكبر او كل ما عم العالم الخارج عم يتطور احنا بدنا نرجع لورا، لا بالعكس احنا لسه في امل. ودائما صباح الخير خالد، يعني شاهد على المبادرات وشاهد على الابداعات اللي دائما متجدده، اكيد متواصلين.